السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع جميل جدا وبسيط، كل عليك لو انت عندك تكست كتير بتقدر ان انت تدوله وهو يبدأ ينظمهم بشكل خرائط ذهنية مايند ماب. يعني مثلا لو انت عندك مثلا بتجهز لرحلة، فهو هيبدأ يشوف بعض الحاجات كده، مثلا عايز نروح الأهرامات، مثلا أبو الهول طبعا، فيبدأ يعملهم لك بالشكل ده. طيب ممكن يكون انت عندك الداتا جاهزه، فاذا معناه بشكل دوت هياخد كل النقط ديت ويبدا يحطهم مع بعض بالشكل دوت. طبعا العنوان الرئيسي في النص اللي هو مؤشرات المدن الذكيه، وبعد كده بيبدا بقى يتفرع ليه كل الحاجات اللي انتم شايفينها بالشكل دوت.